الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أحبتي بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش في هذه الأيام المباركات، أيام الحج العظيم، هذه الفريضة التي قد كتبها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة. فمن خلال هذا البرنامج من هدي الجمعة سنكون وإياكم مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور هاني السعدي، الذي هو المرشد الأول في العراق، والذي كذلك يحمل الكثير الكثير من العلوم في هذه الفريضة المباركة. لذلك نحن وإياكم نرحب به أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بك شيخنا الفاضل، وأنت في ضيافة قناة صلاح الدين الفضائية. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك دكتور خميس، وبارك الله تعالى في هذه القناة المباركة التي تكون من شأنها إن شاء الله إبراز الفضيلة للناس أجمعين. بالنسبة لموضوع الحج، هو ركن الإسلام الخامس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة في الحج قسمان: استطاعة بدنية واستطاعة مالية. ومن ملك الزاد والراحلة وصحته جيدة استوجب عليه الحج، ومن ملك الزاد أو ملك أجور الحج ولم يستطع بدنيا وجب عليه أن يفد غيره للحج. وفرض الحج كما جاء في القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ماذا استنتج سيدنا عمر رضي الله عنه عن تعقيب الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ قال: هممت أن أنظر من ملك الزاد والراحلة فلم يحج، هممت أن أضرب عليه الجزية، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين. لأن الله يقول: لأن الله تعالى عقب عليها ومن كفر، فكأنه جحد فرضية الحج فيعد من الكافرين، على خلاف بين العلماء هل هو فاسق أم هو كافر. المهم الذي يملك الزاد والراحلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمر عليه خمسة أعوام ولم يفد، إنه لمحروم، إنه لمحروم، إنه لمحروم. وفريضة الحج كما أنها الركن الخامس لها أمور تختلف عن بقية الفروض. فريضة الحج هي عبادة مالية جسدية، بينما الصلاة الصيام عبارة عن عبادة جسدية فقط. ألم تجمع جميع هذه الفرائض في هذا الركن شيخنا؟ في ركن الحج. نعم. ركن الحج يجمع كل الفروض، لأنه تجب فيه الصلاة، تجب فيه الشهادة، تجب فيه الزكاة لأنه إنفاق من المال، وهو الركن الحج بأصله، يعني ركن الحج ضمن هذا الشيء، فالفروض كلها مجمعة في ركن الحج. حتى الصيام. الصيام. والله عز وجل يعني أخبر بأن هذا الحج لم يكن هو الفريضة على المسلمين فقط، بل
هنالك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم إن آدم عليه السلام حج 1000 حجة وغيره من الأنبياء، لكن بداية تكون هذه المراسيم أو المناسك كانت عند سيدنا إبراهيم عليه السلام، والآيات واضحة في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم أن الله عز وجل أوعز إليه برفع القواعد من البيت، فالقواعد هي موجودة. من أسسها؟ الذي أسسها كما أخبر الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وقوله جل جلاله وضع البناء لما لم يسمى فاعله يدل على أن باني البيت هو غير الناس. نعم. لأنه أول بيت وضع للناس، أي أن واضعه هو غير الناس. من هم؟ هم الملائكة. أمرهم الله عز وجل أن يضعوا أركان هذا البيت، ثم طرأ آدم عليه السلام على هذا البيت ووجده سبحان الله، ثم أقامه. لكن العصور تأتي تباعا فانهدم. إلى إحنا عندنا الخبر الأكيد أن سيدنا إبراهيم هو الذي أقام هذا البيت فوق القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. على هذا الشاهد أي أن سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل هم الذين قاموا ببناء هذا البيت. عذرا شيخنا، هنالك رواية تقول أن الذي بنى البيت هو سيدنا جبريل مع آدم. آدم عليه السلام لم يتدخل في البناء إطلاقا، وإنما واضع البيت هم الملائكة جبريل وغيره. لكن الأمر المهم أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام وأعطاه الحجر الأسود، والحجر الأسود كان أبيض اللون، أعطاه الله تعالى من الجنة ونزل به إلى الأرض وجعل في هذا الموضع، وهو مبارك كما أخبر الله عز وجل مباركا وهدى للعالمين. رفع القواعد جاء بعد أن تعرى هذا البيت وانهدم، جاء إبراهيم عليه السلام فوجد آثار البيت فأقامها. إلى أي شيء أقامها؟ الله عز وجل يقول وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. هذا هنا خصوصية أيضا شيخنا. نعم. خصوصية. نعم. كيف كان الناس يحجون البيت وهم يصفقون ويصفرون من هؤلاء؟ هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة. إذن أكمل شيخنا الآية. نعم. الله عز وجل ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن. ما معنى أتمهن؟ رب العالمين أمر إبراهيم عليه السلام برفع القواعد. رفعها. رفعها إلى ما تصل يده في البنيان. لكنه احتال ليرفعها أكثر. لعشقه لهذا الأمر. وليس بمجرد تنفيذ الأمر. لأنه أحب الله عز وجل وأحب فرضه. فماذا صنع؟ جاء بحجر، والآن هو نسميه مقام إبراهيم. جاء بهذا الحجر هو وإسماعيل عليه السلام ووضعاه أمام البيت. فعندما بنى إبراهيم عليه السلام البنيان إلى ما تصل يده، ما تصل يده، أراد أن يعلي البنيان أكثر، فأخذ هذا الحجر ووقف عليه، وكان إسماعيل عليه السلام يناول الحجارة وهو يبني إلى أن رفعه فوق ما يريد بمقدار ارتفاع هذا الحجر. الله عز وجل امتدحه فقال فأتمهن. ولما قال أتمهن أي أنه زاد في المطلوب، أصبح هذا الحجر الذي وقف عليه إبراهيم في البناء أصبح آية من آيات الله. الله الله. بل هو كما أخبر الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الله. وعندما أهل اللغة يقولون مقام إبراهيم، مقام تعرب بدل من الآيات، وكأن الله عز وجل جمع الآيات كلها وجعلها بمقام إبراهيم. ما شاء الله. لأنه استفاد منه في رفع البنيان. والآن الحاج أو المعتمر عندما يأتي البيت عندما يطوف يصلي ركعتين خلف المقام،
للبركة للبركة والمثابة وقدسية هذا المكان. شيخ قيل أنه كان يرتفع تحت أقدام سيدنا إبراهيم، يعني كلما ارتفع أو كلما رفع سيدنا إبراهيم ساف هو ارتفع تحته، هل هذه الرواية موجودة؟ الذي وجدناه والله أعلم، وكل حاج طبعا عندما يحج أو يعتمر ينظر إلى المقام يجد عبارة عن حفر في المقام آثار للقدمين، آثار أقدام سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني كيف انحفرت هذه وهو حجر صلد؟ إذن معجزة، معجزة ربانية. كان يقف عليه ويجعل قدمه في هذا الموضع لئلا يقع، سبحان الله. فهذا يعني يلزم رجليه حتى لا يسقط يمينا أو شمالا، فهذا هو مقام إبراهيم. أما ارتفاعه فعلى حد علمي لا أعلم هل أنه يرتفع معه، لكن الأمر الذي يعني يجلب الانتباه أنه عندما أتم البيت الله عز وجل قال له يا إبراهيم نادي في الناس، نعم. إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوه. كيف نادى؟ فقال يا رب كيف أنادي هنا من يسمعني؟ قال إنما عليك البلاغ وعلينا الإسماع. ما شاء الله. فصعد على جبل قبيس. جبل قبيس هو مقابيل البيت الآن مبني عليه فندق قصر الملك، يعني كان جبل. فصعد على هذا الجبل وقال أيها الناس إن الله تعالى بنى لكم بيتا فحجوه. يقال أن هذا الصوت خرج من إبراهيم عليه السلام وكان يمضي، فإذا وجد جبلا انخفض الجبل سبحان الله حتى يستقيم الصوت سبحان الله ويصل إلى أسماع الموجودين. ونحن كنا في أصلاب آبائنا في عالم الذر، في عالم الذر، وكل منا سامع النداء. قال العلماء فالذي أجاب هذا النداء مرة يعني قال لبيك اللهم لبيك يحج مرة، الله الله، ومن لبى مرتين يحج مرتين، ومن لبى ثلاثا يحج ثلاثا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا إله إلا الله. حضرا جناب الشيخ، الآن هذه التلبية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقد فرض الحج على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من الناس لا يتمكن من الذهاب إلى الحج بأسباب كثيرة منها القرعة، وهذه القرعة أحيانا هي لا تخدمه، يقدم السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس والعشر ولن يخرج اسمه في ديوان الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام، ويقول أنا نويت ونيتي صادقة، ومن هم إلى أن يموت لا يحظى بزيارة بيت الله الحرام، ماذا توجه هؤلاء؟ المهم في الأمر أن الإنسان يقدم إلى القرآن، نعم، ظهر اسمه بها ونعمت، لأنه لو لم يقدم يحاسب يوم القيامة حسابا عسيرا، الله الله، لأنه ما التفت إلى هذا الركن. يعني الإسلام خمسة أركان ترك ركن من الأركان، يعني الآن البالغ واجب عليه أن يقدم القرآن، يجب على كل مسلم يملك الزاد والراح يعني يملك تكاليف الحج أن يقدم، إذا ما قدم فهو آثم. كثير من الناس يغفل هذا الموضوع يقول علما أكبر، لا ما يصير، أنت ما تدري النبي صلى الله عليه وسلم قال حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا كيف؟ قال يمنعكم العرب، وفعلا تجي أعصار أن هنالك عوارض يمنع فيها الحجاج إلى الدخول إلى بيت الله الحرام. المهم في الموضوع ظهر اسم حج، ما ظهر إلى أن الله توفاه يوصي بأن يحج عنه شخص من أقاربه أو من الأغراب، لا بأس. يعني إن لم يتمكن من الحج عليه بالوصية؟ عليه بالوصية يوصي. شيخنا كثير من الناس يقول أنا بعدني شاب، وينظر إلى أن الذي يذهب إلى حج بيت الله الحرام هم كبيري السن، أيضا ما لا توجه لهذه العقول أبداً القاصرة؟ أبدا بالعكس، يعني الحج عبادة بدنية صعبة لأنه مشي وهرولة ورمي جمارات، المناسك متعبة، إذا هو في نهاية عمره في عجزه على المشي كيف راح يؤديها؟ يؤديها طبعا يؤديها، لكن بإيش؟ بعنة وتعب بحيث يؤذي غيره من الحجاج، يضطر الحجاج الآخرين يعاونوا يودوجي، بينما قوتك تتمتع بصحة فتتمتع بما ترى من مشاهد وبالمناسك. وبالمناسبة الحج بصعوبته لكنه أمتع رحلة يرحل بها الإنسان، وهذا
يعني مما وجدناه ومما سألنا حجاجنا. قسم من يقول والله ذهبت لأوروبا وذهبت إلى كذا بس وتونسنا، لكن بمثل هذه المتعة لم أرى قط. لماذا؟ لأنها روحية قبل أن تكون جسدية، يعني مو متعة للجسد فقط، وإنما متعة الروح تكون في هذا. الله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالمنافع متنوعة، منافع دنيوية، منافع مادية، منافع روحية يشعر بها الإنسان أنه قريب من الله عز وجل في هذا النسك. وتشمل هذه المناسك تشمل الأمرين البدنية والروحية، يعني كل نسك تؤديه لابد من فلسفة لهذا الركن وفيه موعظة. يعني تلبس الإحرام، لماذا تلبس الإحرام؟ تتذكر أنك يوما ما ستموت وتخلع ملابسك وتخلع عنك ولست أنت الذي تخلع، ثم تلف بخمسة أثواب في الكفن. فأما في الحج فتلف نفسك بلباسين فقط. إذن هو تذكرة عندما يذهب الناس من هذه الدار، دار الدنيا، إلى عالم البرزخ ويلف في هذا الكفن ثم يعرض على الله سبحانه وتعالى أمام الأشهاد يوم القيامة. عذرا شيخنا، فاصل قصير ثم نعود إليك لإتمام هذه الفريضة المباركة. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا بعد أن تستمعوا إلى هذه المعجزة النبوية المباركة. ذهاب الجوع عن السيدة فاطمة رضي الله عنها. عن الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه قال إني لجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت فاطمة رضي الله عنها فقامت بحذاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال إدني يا فاطمة، فدنت دنوة، ثم قال إدني يا فاطمة، فدنت دنوة، حتى قامت بين يديه. قال عمران فرأيت صفرة قد ظهرت على وجهها وذهب الدم، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ثم وضع كفه بين ترائبها، فرفع رأسه فقال عليه الصلاة والسلام اللهم مشبع الجوع وقاضي الحاجة ورافع الوضع، لا تجع فاطمة بنت محمد. فرأيت صفرة الجوع قد ذهبت عن وجهها وظهر الدم، ثم سألتها بعد ذلك فقالت ما جعت بعد ذلك يا عمران، فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا. أهلا بكم أحبتي من جديد، وهذه الحلقة الخاصة عن ركن الحج، ولازلنا معكم والأستاذ الدكتور هاني السعدي. جناب الشيخ، الحج قد فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، كما قلنا قبل قليل لم يستطع كل إنسان أن يحج بيت الله الحرام، والله تعالى يقول وعلى كل ضامر، يعني على كل، حتى الجبل الجمل عذرا الهزيل، أو يأتوك رجال على أقدامهم. وسيدنا ابن عباس يقول لن أندم على شيء بعد أن طال عمره وفقد بصره، لن أندم على شيء مثل ندمي على أنني لم أحج ماشيا أو سائرا على الأقدام. الآن قد هيئت جميع وسائل النقل، طيران وسيارات وقطارات وباخرات وما شابه ذلك، حتى أن المشقة قلت، لكن حينما يصل الحاج إلى بيت الله الحرام وينظر إلى البيت، يقال في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحط الذنوب حطا، فبما أنه هي فرصة للحاج فماذا عليه أن يلتزم بأي شيء لكي يحافظ على هذه الفريضة المباركة؟ الحجاج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله، نعم، إذا دعوه أجابهم وإذا استغفروه غفر لهم. الله الله. ورواية أخرى الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا. فالإنسان يجب أن يفهم أنه من وفد الله عز وجل في ضيافته، نعم. يعني الآن الموظف إذا أوفدته الدولة بدائرة معينة يروح برا يقول أنا موفد من قبل فلان، يفتخر.
فكيف إذا كنت موفدا من الله تبارك وتعالى؟ الله الله. فأنت ما دمت وفد الله عز وجل فلا بد لك أن تلتزم. وكل إنسان يجب أن في حياة الدنيا وفي حياة العملية أن يدخل دورة تأهيلية لمناصب أعلى. فالحج هي دورة تأهيلية تؤهل المؤمن لأن يرتقي في سلم الولاية. الله الله. فيبدأ بأول شيء الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أول شيء يفهم الرفث، والرفث معلوم مقدمات الجماع أو الجماع والجماع أيضا، هذه يبتعد عنها. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق محرم في الحج وفي غير الحج لكنه آكد في الحج أكثر، فليحاسب نفسه عن كل حركة وسكنة لأنه مرتبط بنسك الله عز وجل. ولا جدال في الحج، وهذا هو يعني فعلا أنه آفة الإنسان اللسان، فيكف لسانه عن كل شيء لا يليق به. وهذا يعني الذي كف لسانه وكف جوارحه بالتأكيد أنه سيرتقي في سلم الولاية ورتبته مع الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. فهو بهذه النسك عندما يتقدم إلى راح يرعوي عن كل شيء يؤثر في الحج. عندما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، ومعلوم أن الحج هو شهران أو شهر أو ثلاثة أشهر، شوال ذو القعدة ذو الحجة، لكن عندما قال أشهر وهو جمع، فكيف نقول هو شهران وعشرة أيام؟ لأنه العشرة أيام يعني دخول العيد ثم بعدها أيام التشريق. العرب قالوا أقل الجمع ثلاثة، فلا بد أن تكون ذي الحجة كله هو عبارة عن شهر من أشهر على النص القرآني. نعم، لكن الذي قال بأنه شهران قالوا ما دام الواحد مفرد فإذا أضفت إلى المفرد شيء أصبح جمعا، ما يسمى مفرد، ولو إحنا نسميه مثنى اثنان، لكنه ما دام أضيف إلى المفرد شيء يحقق الجماعة حتى لو بالصلاة. نعم. شنو شيخنا العذر للمقاطعة؟ أريد الفرائض، شنو يعني فرائض الحاج واجبات الحاج؟ الحج هو ثلاثة أقسام: حج الإفراد وحج التمتع وحج القران. بالمختصر 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 لكل مفرد حتى يفهم الحاج البسيط. نعم، حج الإفراد أنه يأتي إلى الميقات، وعادة اللي يروح بالبر ويأتي عن طريق المدينة المنورة، بعد خروجه من المدينة يصل إلى بيار علي، هنالك أهل العراق أكثر شيء هذول مواقيت، إحنا الميقات الأصيل ذات عرق بس ما حد يدخل عليه، نحن ندخل عن طريق المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فيأتي إلى ذي الحليفة أو يسموها بيار علي، يغتسل هناك، ثم يلبس إحرامه. طبعا قبل أن يغتسل عليه أن يقلم أظافره، يحلق الشعر العانة إلى آخره، الإبطين، ويتنظف، ثم يغتسل ويخلع كل شيء، فيلف وسطه بالوزرة ويجعل الثاني على كتفيه يستر بها عورته. الإحرامات. نعم. نعم. الآن هو غير مو محرم، ولو أنه اغتسل وكمل لبس لبس، يدخل المسجد يصلي ركعتين سنة الإحرام وهو مو محرم لحد الآن. يخرج من المسجد، يذهب إلى السيارة، يصعد فيها، يأتي المرشد الديني، هذا طبعا العرف اللي ساد فيه. نعم. نعم. يأتي المرشد إلى القافلة وينوي مع المرشد نية الحج مالته. إذا كان مفردا فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ويلبي لبيك اللهم لبيك. عندما نوى ولبى دخل في النسك، فحرم عليه كل محظورات الإحرام وابتدأ في أول النسك. هذا بالنسبة للمفرد. إلى أن يصل مكة هو ما بين تلبية ما بين ذكر، وأفضل شيء يفعله الحاج في هذه الفترة هي التلبية. التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما هو أفضل الحج، قال أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية للرجال، للرجال. الثج ذبح الذبائح
الدم يسموه الثجاج الثلج. شيخنا عذرا، من المدينة لمكة المكرمة 460 كيلو، أغلب الناس رأيناهم بأم أعيننا، هذا اللي يأكل وهذا اللي يشرب وهذا اللي ينام وهذا اللي يتصل وهذا اللي يسولف وهذا اللي يضحك، ماذا توجه هؤلاء؟ هو طبعا إذا أكل أو شرب أو لا بأس، هو لا عليه. لا بأس عليه، لكن نحن ماذا نقول؟ هي مو فرصة، أنك دخلت في نسك الحج تكلم لا بأس، لكن تكلم. أنا أقصد يكثرون من الكلام والاتصال والسؤال والضحك والشقة، ينسى نفسه. إحنا ليش قلنا في البداية أنه لكل نسك فلسفة؟ أنت من لبس الإحرامات والله عز وجل شبهك بالميت، وإحنا أكو مثل يقول الكفن ما بيجيوب، وكذلك هذه الوزرة أيضا ما بيجيوب. هذا يدلك أنك أخلصت النية لله عز وجل، تجرد عن كل شيء، اجعل الدنيا خلف ظهرك وهي سويعات. صحيح. من مكة، من المدينة إلى مكة مثل ما تفضلت 450 كيلو تقريبا، اقضيها بالتلبية، بقراءة القرآن، بالذكر لا بأس، ويا نعم ويا يمك تتكلم لا بأس في ذلك، لكن يجب أن يكون كلامك كما أخبر الله، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. الإفراد بالجنابة تكلم عليه، يعني وصل بيت الله سبحانه وتعالى وهو محرم، نعم. ماذا يفعل بعد؟ عندما يدخل البيت الحرام، نعم، هو ملبي من المدينة إلى أن يصل البيت. متى يقطع التلبية؟ يقطع التلبية عندما يبدأ يشرع بالطواف. لكن أكو مسألة قبل الطواف، نعم. أول ما يدخل إلى مكة ينوي ويدعو بالدعاء، اللهم إن هذا حرمك فحرم لحمي وبشري وقلبي ودمي وشعري على النار. يدخل إلى مكة، عندما دخل مكة راح يضع الأغراض مالته في الفندق وكذا، ويرتاح مو إشكال، يغتسل، يذب الإحرامات، يغسل بس يرجع يلبسها على أن لا يتعطر، على أن لا يتعطر، نعم، يرجع يلبسها، وإذا كان متعب ينام مو إشكال، ثاني يوم يطلع للحرم ما شاء الله على السماحة. من ارتاح وطلع يطلع مع المتعهد ومع المرشد حتى يبدأ بطواف القدوم، هذا بالنسبة قلنا للمفرد. للمفرد، نعم. يأتي الحرم، يدخل الحرم، أول نظرة إلى الكعبة، هو يمشي في طريقه، نعم، ما شاف الكعبة، أول نظرة إلى الكعبة دعوة مجابة، الله بقول الله النبي صلى الله عليه وسلم. فأني أوصي إخواني الحجاج أنه يحضر الدعوة اللي هو يريدها، اللي باله، اللي هي أم الدعاء، الله الله، يدعو بها في نظرته، في نظرته الأولى إلى الكعبة. وأيضا خلي لا ينسى العراق بحاجة إلى دعوة، إلى أن الله عز وجل يرفع هذه الغمة عن العراق، عن العراق وأهلي. ينظر إلى الكعبة، ما دام بصره إلى الكعبة أي دعاء يدعو به مستجاب، مستجاب 100% بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. إذا انصرف بصره عن ال، طبعا ما راح يقدر يظل يمشي، يريد يوصل، انصرف بصره مو مشكلة، يصل إلى البيت، ينظر إلى الحجر، إذا كان ازدحام ما راح يصل إلى الحجر، إذا كان سعى يدخل إلى الحجر يقبله، ما استطاع أن يقبله من خلف يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله والله أكبر، ويقبل يديه. تقبيل اليد يعوض عن تقبيل الحجر، الحجر كما فعل النبي. وتجزئ النظرة، النظرة هو ما دام اتجه للكعبة وشاف الحجر. الآن كما ذكرنا في حلقة سفيرة سيدنا علي رضي الله عنه، يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض. شنو يمين الله في الأرض؟ يعني الملك رئيس الدولة شي يسوي؟ عنده سجل يسموه سجل التشريفات الملكية أو الرئاسية، من يجي رئيس يسجل اسمه بهذا السجل. الحاج سجل التشريفات الإلهية هو الحجر، ما شاء الله، ما شاء الله. فعندما يشير إليه الحجر طابق الصورة الموجودة عنده آنفا بالصورة التي رآها، فكأنه سجل اسمه في سجل التشريفات جسدا وروحا وهيئة وشكلا وصورة، ما شاء الله، ما شاء الله. ويبدأ بالطواف، نعم. الطواف راح يطوف 7 أشواط نسميه طواف القدوم، نعم. يكمل الطواف، طبعا الطواف يجب أن يقتصر على
التلبية انقطعت الآن، ماكو تلبية. ذكر الله، الدعاء، وإذا تحرك من متجه الحجر الأسود أول ما يتحرك جاء إلى باب ملتزم. الناس العامة تفهم أن باب ملتزم هو باب الكعبة، لا، باب ملتزم التزم النبي صلى الله عليه وسلم الفتحة أو المسافة ما بين الباب وبين ركن الحجر، مسافة قصيرة. هذه هي باب ملتزم، يدعو الله عز وجل، وهناك أدعية مأثورة طبعا لا يضيق، يضيق المقام بذكرها جميعا. يبدأ بالطواف ويدعو، يصل الركن العراقي ثم الركن الشامي ثم الركن اليماني، فإذا وصل الركن اليماني مسه بيده، سنة، نعم سنة أن تمسه بيده المصطفى، مسه نعم. ما يقبل عليه الصلاة والسلام، فقط يمس الركن اليماني ويقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بجاه نبيك المختار وآله وصحبه الأخيار الأبرار. يصل الحجر، يسلم على الحجر نفس الشيء، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله والله أكبر، أيضا يقبل إليه. بعد السبعة شيخنا، بعد السبعة الزمن ده يمشي بي ويانك، بعد السبعة يذهب خلف المقام، نعم، مقام إبراهيم عليه السلام. انت مكن، انت مكن، نعم، والحرم كله لك حق ان تصلي به، ما شاء الله، سنة الطواف، نعم، ركعتين سنة، عند الحنفية واجبة، يجب ان تصليها، عند الجمهور هي سنة، اذا شئت صليتها وان شئت ما صليتها، نعم، تصلي ركعتين، اكو محل مال مي زمزم تشرب كل سنن، نعم، وتتضلع، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم حتى تضلع، شو تضلع؟ يعني يشعر امتلأت بطنه أن الماء يخرج من بين أضلاعه، فيسمى التضلع في شرب ماء زمزم. يذهب إلى الصفا والمروة، يقف على الصفا ويتجه إلى الكعبة ويرى الكعبة فينوي السعي. هذا السعي شنو؟ هذا سعي الحج يقدمه، لأنه مفرد، هذا بس المفرد إلى حق أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم. يسعى سبعة أشواط، من كمل سبعة أشواط يبقى في إحرامه لأنه أفرد في الحج إلى أيام الحج، إلى أيام الحج، حتى لو شهر، حتى لو أي ما كم يظل لازم. نكمل شيخنا إن شاء الله بعد هذه المعلومة اللي استلمناها من جنابك، نذهب إلى فاصل قصير نتعرف فيه على سيرة من سير أحد الصحابة الكرام، ثم نعود أعزائي المشاهدين وإياكم مع حضرة وجناب الأستاذ الدكتور رانا السعدي ليكمل لنا ما تجول في ذهنه وخاطره وقلبه من معلومات عن الحج. كتب الله لنا وإياكم حج بيت الله الحرام. فاصل قصير مع هذه السيرة فلا تذهبوا عنا بعيدا. الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملقب بالفاروق وكنيته أبو حفص، هو ثاني الخلفاء الراشدين وأول من اتسم بأمير المؤمنين ومن أكابر أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وواحد من العشرة المبشرين بالجنة، أول من عمل بالتقويم الهجري، بقي خليفة المسلمين بعد وفاة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي عهده فتحت العراق ومصر وليبيا والشام وفلسطين، وبقت القدس لها مكانة كبيرة عند المسلمين تحت سيطرتهم لأول مرة. روي في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع عن إسلام أخته فاطمة وزوجها سعيد، فانطلق إليهما بغية أذيتهما لهذا، وكان عندهما خباب بن الأرت يعلمهما القرآن الكريم، فلما طرق عمر رضي الله عنه الباب اختبأ خباب ودخل عمر غاضبا فضرب أخته، ثم طلب إليها أن تناوله الصحيفة التي في يدها فرفضت، وهذه الصحيفة فيها قرآن مطهر، فطلبت إليه أن يغتسل قبل أن يمسها ففعل، ثم أخذها فقرأ منها سطرا واحدا فانشرح صدره لها، فسأل أخته عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج خباب من مخبئه ودله على مكان النبي عليه الصلاة والسلام،
فانطلق إليه عمر بن الخطاب يطرق الباب، فلما عرف الصحابة أنه عمر خافوا ووجلوا لأنه كان شديدا عليهم، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن له فدخل. فلم يكد يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نطق الشهادتين وأعلن إسلامه. روت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن أباها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل الباري عز وجل الشهادة في سبيله في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد أجاب الله تعالى دعوته، فقد خرج يوما على المنبر يخاطب المؤمنين يقول لهم: إني رأيت رؤيا كأن ديكا نقرني نقرتين، ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلي. ففي صلاة الفجر في يوم كان يسوي الفاروق الصفوف ثم كبر للصلاة، فما إن كبر حتى صاح: قتلني الكلب. إذ تلقى طعنات من مجوسي يقال له فيروز، ثم هرب هذا المجوسي يقتل من يمر عليه من الناس، فقتل 7 آخرين. فأقبل إليه رجل من المسلمين ألقى عليه برنسا ولفه به، فلما أيقن المجوسي أنه قد ألقي القبض عليه نحر نفسه فمات من فوره. وبقي عمر رضي الله عنه ينزف دما 7 ساعات، أرسل فيها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فأذنت له. ثم فارق الفاروق الحياة رضي الله عنه وأرضاه. أهلا بكم أحبتي من جديد، وهذه الحلقة الخاصة عن الحج، ولازلنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور هانا السعدي. جزاك الله خير شيخنا، وقد تكلمت لنا قبل قليل عن الإفراد، أكمل لنا هذا الكلام الطيب. الإفراد ثم يأتي التمتع. نعم. أهل العراق وغالبية الناس تحج عن طريق هذا النسك بالتمتع. نعم. لماذا؟ لأنه أسهل من الإفراد. الإفراد راح تبقى محرم من تكمل إلى عرفة، وبعد عرفة ويلا مشقة. مشقة. نعم. التمتع أنت في الميقات في المدينة في بيار علي. نعم. تقول بعد أن تحرم وتكمل: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى ثم تلبي. وليس الحج، العمرة. نويت. نعم. هناك قلنا نويت الحج. نعم. هنا نويت العمرة. تدخل مكة وتفعل نفس الفعل الذي فعله صاحب الإفراد. تطوف بالبيت، بس شو نسميها؟ طواف، مو طواف القدوم، نسميه طواف العمرة. أي نعم، على اعتبار أنت نويت عمرة. راح تعتمر. نعم. تكمل السعي، هناك نوى شنو؟ سعي الحج. أيه. هنا ينوي سعي العمرة. أيه. وبعدين يحلق. يخلص يحلق شعره أو يقصر. والتقصير والحلق عبارة عن قطع، طبعا هو على 4 مذاهب، عند الحنفية ربع الرأس بمقدار ما تسع اليد. نعم. من الشعر. عند الشافعية أسهل شيء، 3 شعرات تكفي. قطع، قص أو حلاقة. عند المالكية وعند الحنابلة كل الشعر جملة وتفصيل. من حلق أو كمل انتهى، أصبح كأهل مكة، يخلع عنها بني ويلبس دشداشته واحتياله، يبقى في مكة إلى أن يأتي يوم التروية. النسك الثالث، النوع الثالث، وهو القران. القران ماذا يصنع؟ وصل الميقات يقول: نويت الحج والعمرة. كلاهما. نعم. وأحرمت بهما لله. يعني يقرن النسك اللي يسمه قران، قرن بين الحج وبين العمرة. نعم. يدخل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج والعمرة. أيضا يسوي نفس المناسك التي قلناها، ثم يبقى محرما إلى آخر أيام الحج. ما شاء الله. اللي راح يصير شنو؟ يوم التروية يحرم. أي. يوم الثمانية. هذا منه هذا المتمتع. راح يحرم إحرام الحج. نعم. ولا يصح له أن يحرم من خارج الحرم. من منزله. يعني يحرم منين؟ من الفندق الذي هو فيه. إلا إذا أراد أنه ما يذبح ذبيحة لازم يطلع خارج المواقيت.
منك يحرم ويدخل يصير، لكن السعودية ما يسهلوا هذا الأمر، صعبة. المهم راح يحرم مين؟ من الفندق، ينوي الحج يحرم كما أحرم في البداية، ويصعد إلى السيارة والمرشد يعلمه كيف يحرم بهذا النسك بالحج، فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ويلبي. أما إذا كان ناويا الحج عن غيره فيقول نويت الحج عن فلان وفلان، ثم يلبي يخرج يوم التروية يوم الثامن من أيام ذي الحجة. هنالك سنة في يوم التروية أن يخرج إلى ميناء، يخرج متى؟ بعد شروق الشمس. نعم. يوم الثامن. نعم. يذهب إلى ميناء يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يبيت فيها. نعم. يصلي الفجر ثم إذا أسفر يطلع إلى عرفة. هاي سنة. اللي ما يقدر الشايب العجوز لا حرج عليه يبقى بالفندق. يحرم يوم عرفة. نعم. والحج عرفة. وهو الحج وهذا الركن الأكبر. حضر الشيخ الوقت ديس يعني سريعا معانا، أريد بعض الفضائل اللي جنابك وأنت خبير واسأل به خبيرة. تحدث جنابك قبل قليل عن الحجر الأسود، هو يمين الله في الأرض كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يشهد على كل من مسه أو قبله أو أشار إليه، ويوم القيامة له لسان وله شفتان كما جاء في الحديث النبوي الشريف. شيخي ما هي فضيلة حجر سيدنا إسماعيل، وهل هو من الكعبة؟ لكي نذهب إلى فضيلة شرب ماء زمزم. نعم نعم. الحجر هو جزء من الكعبة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عائشة رضي الله عنها وارضاها: لولا أن أهلك قريب عهد من جاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم. يعني كان ضمه. يعني هذا الحجر الذي عبارة عن قوس. نعم. هذا ضمن الكعبة. أن يصلي به كأنما صلى في الجوف. من دخل به وصلى كأنه صلى في الكعبة. إيش ترشد الحجاج يصلون به؟ أنا أرشد الحجاج. على قدر المستطاع. إذا أكو ازدحام لا تدخل. لأنه تؤذي غيرك وتؤذي نفسك. وإذا شف السعة ادخل صلي ركعتين وأطلع، لأنه هو من ضمن الكعبة. فمن يسمى صلى بالحطيم. يسمى بالحطيم. لماذا؟ الحطيم سيدنا إسماعيل عليه السلام يقال كان يضع فيه الغنم مالته في هذا المكان. نعم. وعنده تتحطم الذنوب. ما شاء الله. وأكو هناك رواية أنه من أصابه ضيم أو أصابه مرض عضال يدخل هذا، لأنه فوق المزريب مال ميزاب الرحمة. الله الله الله. هذا إذا أمطرت شوف الحجاج كلها تريد تقف تحت هذا، تحت النور. نعم. فهنالك تتنزل الرحمات، يدعو الله عز وجل بالدعاء الذي يريد، يصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل الذي يريده، وإن شاء الله رب العالمين يستجيب له دعاه في هذا المكان. فضيلة ماء زمزم شيخنا. ماء زمزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم شفاء للأسقام. الله الله. ويقول أيضا: ماء زمزم لما شرب له. انوي بشرب أي شيء، فالله عز وجل يحقق لك ما نويت عندما شربت ماء زمزم. ليش؟ لأنه ماء طبعا من تقرأ في كتب الفقه أطهر المياه ماء زمزم. الله. بس أفضل المياه مو ماء زمزم. وهو أفضل المياه الماء التي نبعت من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه الصلاة في الغزو عندما أحط عندهم الماء. واضح. قال أتوني بركوة ففيها شيء ماء، وضع يده فنبع الماء، فنبع الماء من بين أصابعه، فهذا هو أفضل المياه على وجه الأرض. الحج عرفة، من لم يدرك عرفة. من لم يدرك عرفة فاته الحج. لا حج له. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحج عرفة لماذا؟ هو الحج مو بس عرفة. نعم. عرفة، طواف إفاضة، سعي، كل هذا أركان. جميع المناسك. لكن لماذا قال لماذا الحج خصص؟ نعم. عرفة. لأن عرفة ظرف لا يتسع لغيره. الطواف الطوف أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ما عليك حرج. إلا هذا. لكن عرفة وقت من زوال شمس يوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر. يعني من صلاة الظهر. من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب إلى صلاة الفجر اليوم التالي. هذا كل عرفة. من أدرك دقيقة واحدة في عرفة يدرك الحج. ما شاء الله. حتى ولو كان في طائرة مو على عرفة واجتاز عرفة في هذا الوقت يكمل حج، يعتبر حج. ما شاء الله. قيل أنها سميت عرفة لأن أبينا آدم وأمنا حواء قد تعارفا في هذا المكان. نعم تمام. الرواية التي يعتمد عليها أن الله عز وجل أنزل آدم في جهة وحواء في جهة،
قسم من الناس قال شنو ليش ينزلهم يسوي شيء يعذبهم؟ لا مو هذا الأساس. اختبار يعني رباني. ها أنت من تغيب عن شخص يزداد شوقك إليه. فسيدنا آدم عليه السلام عندما ابتعد عن حواء شعر برغبته إليها وشعرت برغبتها إليه. وهذا الشعور أصبح يتفاقم في الإنسان. فعندما التقيا يعني غايبين فترة طويلة والتقيا. فلذلك سميت عرفه. وقيل أنه عذره إيه وقيله. قيل أن الله عز وجل كان يعلم جبريل يعلم إبراهيم هذه عرفة تفعل كذا هذه مزدلفة. فقال عرفت. فقال إبراهيم عرفت وهو على عرفة. وسميت من هذا الباب. لكن هي عرفة وعرفات هناك فرق بين اللفظين أيضا. نعم شيخنا أكل هدي وأكل أضحية. نعم. ما الذي يجب على الحاج؟ الهدي أم الأضحية؟ الحاج عليه الهدي إذا كان متمتعا كما قلنا. نعم. وإذا كان قارنا أيضا يجب عليه الهدي لأنه قرن بين نسكين بفعل واحد. فمتى يذبح؟ يذبح عند الجمهور في أيام التشريق. وعند الشافعية يجوز له أن يذبح حال تحلله من العمرة حتى ولا بعد ما جاء عرفة ولا كمل عمرة له أن يذبح. واستناده يعني سبحان الله يقول فما استيسر من الهدي. الفاء تفيد التعقيب السريع. إذا تميت العمرة فما استيسر من الهدي مو ثم لو قال ثم ممكن أن يبتعد غير حكم يعني صحيح. حضر شيخنا أشوف المخرج يأشر العيد سمي العيد لأن المسلم إذا صام رمضان عاد إلى ستة من شوال يعني جاء من الفريضة ذهب إلى السنة عاد من الفريضة إلى السنة. عيد الأضحى إذا أدى هذه الفريضة فريضة الحج عاد لزيارة المصطفى العدنان. حدثنا عن زيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله. زيارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لها شجون وفيها من الأمور التي احنا يعني لضيق الوقت راح اتكلم عن مساله بسيطه جدا وذكرها الامام النووي ذكرها ابن كثير ذكرها كثير من العلماء. يقول جاء رجل اعرابي دخل مسجد النبوي. طبعا من السنه انه تبدا تصلي ركعتين سنه تحيه المسجد ثم قبل السلام قبل السلام نعم ثم تتجه الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه تكثر من سلامك عليه قبل أن تصل إليه بألفاظ ما لا تقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا قائد الغر المحجبين السلام عليك يا حاشر السلام عليك يا حاقد تذكر صفاته بما تعلمه وله من الأسماء والصفات أيضا 99 عندما تصل تقول كما أخبر العتبي كان رجلا يجلس في الحضرة النبوية بالحجرة الشريفة ويخدم الحضرة نعم. يقول كنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل أعرابي وتوجه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم يا رب إني قرأت كتابك وأتمرت بأمرك وأتيت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم مستشفعا به عندك أن تغفر لي ذنبي. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول قال هذه الكلمات ثم قال يا خير من دفنت في القاع أعظم فطاب من طيبهن القاع والأكم روحي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يقول ثم انصرف. يقول عتبي أخذتني سنة من النوم فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له لهذه الأبيات وبتلاوتي لهذه وباستطلاعه لمعنى الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وجاءوك لا تعني في حياتك فقط. الله أكبر. لماذا؟ لأن الخاص يجب العام يجب أن يخصص بنص آخر مثل ما خصص ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. لذلك استشعر هذا الرجل هذه الحقيقة. الإمام النووي شو يقول؟ يقول ومما أستحلي به يعني شوف هالشيء جميل هذه الأبيات يقول وأنا راح أضيف لكم أيضا بيتين من عندي
هي يا خير من دفنت في القاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم وروحي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم فشيق يا خير من يمم العافون ساحته جبيت يقول وصا يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالإضافة إلى هذه الأمور أضاف لها بيوت أبيات أخرى لها. نعم ويقول وصاحباك لا أنساهما أبدا إيه عليهما من نعم. عليهما مني السلام ما جرى القلم فهي أيضا يتحرك بعد أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك خطوة لأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مدفون جنب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتحرك من يوصل ويسلم على سيدنا الصديق يقول السلام عليك يا صديق السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا وزيره ثم يتحرك خطوة فيجد سيدنا عمر ويسلم عليه السلام عليك يا فاروق السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من باب البقيع وتكون البقيع أمامه فيذهب إلى البقيع ويسلم البقيع 10,000 صحابي مدفون ما شاء الله أكو مواضع أكو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته صلى الله عليه وسلم على اليمين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تدخل أمامك سيدنا فاطمة عن يمينك الله وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين أيضا سيدنا الحسين الحسن في مقدمة المقبرة نعم نعم الحسن وزين العابدين عليهم السلام هناك أيضا مع سيدة فاطمة نعم السيدة فاطمة وبقية الصحابة 10,000 بقية الصحابة طبعا سيدنا عثمان لي جوه تدخل بالعمق يجي قبل سيدنا عثمان نعم. تسلم على أهل البقيع وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غرقد البقيع الغرقد يعني جنة البقيع الله لماذا الله. جنة لأن القبر هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة عذر شيخنا لم يبقى لدينا إلا دقيقة واحدة الروضة رأينا كثيرا من الناس قد تقاتلوا عليها ماذا توجه لهذه الروضة وكأنما الحديث يعني يقال هي ما بين قبل يوم بروضة من رياض الجنة مطلق لكن الناس تتقاتل عليه الذي لم يستطع أن يصلها ماذا يفعل والله لا يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا عمر بالنسبة للحج قال يا عمر لا تزاحم على الحجر فإنك قوي حتى لا تؤذي الضعيف الله الله. أنت من يشوف نفسك قوي وتدوس على الواحد ما يجوز أنت راح من تدخل إلى الروضة راح تطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لكنك إذا آذيت أحدا حرام تنصلى ركعتين يخرج يدخل يصلي ركعتين حتى يوسع على غيره يصلي ركعتين توجيهكم هكذا شيخنا نعم نعم يصلي ركعتين يدعو الله عز وجل ثم يخرج والروضة يعني شباك الروضة يبعد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بستة أذرع الله أكبر فيستشعر أنه قدر النبي صلى الله عليه وسلم أمامه والرسول صلى الله عليه وسلم حي طري في قبره الله الله كما أخبره عليه الصلاة والسلام والأنبياء أحياء في قبورهم فأنت بس استشعر هذا المعنى أنك تزور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وكأنك تزوره في حياته قوله عليه الصلاة والسلام من حج ولم يزرني فقد جفاني الله الله نرى كثير من الناس الذين قد جاءوا في هذه الآونة الأخيرة وقد رفعوا رايات العلم لأنفسهم لا يذهبون ولا يزورون حضرة المصطفى العدنان فهؤلاء قد حرموا أنفسهم هؤلاء محرومون هؤلاء محرومون الدنيا قبل الآخرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد مسجد الحرام مسجد هذا المسجد الأقصى شد الرحال إلا للمسجد لكن المسجد بما شرف هذا المسجد والله أكبر حضرة شرف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى الإمام الشافعي يقول أطهر بقعة في الكون أطهر بقعة في الكون التي فيها المصطفى يقول الطينة التي حوت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عرش الرحمن نسمع دعاءك شيخنا للبلد وللجميع أمة النبي بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم يا ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين ووالديهم وارحم اللهم أمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين خاصة وعامة اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام اللهم اجعلنا من وفدك وفدك وفد الله الضيف الضيوف الرحمن اللهم إنا نسألك قبول أعمالنا في الحج وفي غيره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك
وألا تلهنا بسواك وألهمنا ذكرك حتى لا ننساك. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله يا الله، ادفع عنا البلايا ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن العراق وأهله يا رب العالمين. اللهم ارفع واكشف من البلايا والأسقام والأمراض والفتن والحروب ما لا يكشفه أحد سواك. واكفنا اللهم ما أهمنا يا من كفايتنا بين يديك. اللهم اكفنا ما أهمنا يا من أمرنا إليك. اللهم اجعلنا ممن يشهد عرفات في هذا العام وفي كل عام، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخنا، وأنعم الله عليك بالخيرات والدرجات والرحمات والبركات. لم يبقى لدينا أيها الأحبة إلا أن نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.